خلاصه تاع الكلام تاعو، استنتجت باللي يعني عاشور الثالث شفته باللي خرج شويه على السياق تاعو، وكذلك حتى الشخصيه تاع عاشور العاشر ما عرفتهاش. شكون عاشور العاشر تبدل؟ شكون تيماجيني واحد كان يلعب بالعشره ومن بعد صار يروح يلعب دو، وانا ما نعرفش نلعب في لا ديفونس. معناتها كي شغل شعرت باللي عاشور هذا اللي خرج يعني من فم الاخ جعفر قاسم، شفته في بحال ما عرفتوش. وخفت باش نقول ايه يعني مباشره فهمي، يعني خفت علاش؟ لانه هذاك الشخصيه تاع عاشور اللي سمعتها حسيت باللي ماشي ما نقدرش نلعبها. شوف شوشو، ها اني خممت مليح، مولين نريح مني في غادي نزيد نقلع شويه محناكي وانا ندبح ناكي. شو قلت؟ قلت لك ما سبكيت ترقليني فك بعد نشوفه تاع حناكك.